لو قلنا ايه اكتر الابراج عرضة للاكتئاب من تغيير الفصول؟ بما ان احنا داخلين على تغيير اه فصول. تغيير انا تغيير الفصول دي انا اول واحدة. لا بس في ناس مزاجيتهم بتتغير بالفصول وفي ناس اكتر عرضة للاكتئاب. طب خليني نبتدي باكتر عرضة للاكتئاب. هي مش عايزة ارصدهم كده، انا عايزة اشرحها لكم. تغيير الفصول احنا عندنا كام فصل؟ 4. عندنا ربيع طب الابراج اللي بتمثل الربيع مين؟ الحمل، وتاني واحد بعد الحمل الثور والجوزاء، تالت واحد بيبقى متعاكس بتوع فصل الربيع. اصل هو الربيع 3 ابراج، حمل وثور وجوزاء، اخر فصل الربيع هو الجوزاء. ده اكتر الابراج اللي مودهم بيتغير قوي قوي قوي. مين بيبتدي فصل بعد الربيع فيه ايه؟ في الصيف. الصيف اول واحد في الصيف السرطان، وتاني واحد الاسد، وتالت واحد العذراء، اخر واحد فيهم مين؟ العذراء. العذراء يبقى هو تاني واحد مودو بيتقلب. يبقى معانا اول واحد الجوزاء اللي هو بيمثل اخر الربيع، والعذراء بننهي بيه الصيف. مين بقى الخريف؟ بنبتدي الميزان، الخريف الميزان، وتاني واحد العقرب، وتالت واحد القوس. مين اخر واحد في الخريف؟ القوس. يبقى احنا كده معانا الجوزاء والعذراء والقوس اللي بينهوا الفصول. البرج اللي بينهي الفصل هو اكتر برج تعبان. لسه الشتاء. الشتاء الدلو، سوري الجدي والدلو والحوت. يبقى الحوت بننهي بيه الشتاء.